ولكننا نحتاج إلى قاموس مهم، إلى قاموس فيه كل معاني السعادة في الحياة، فيه جميع المفردات التي تتحدث عن السعادة. فيا ترى أين تكمن هذه السعادة؟ هل في المال؟ هل في الأولاد والزوجات؟ هل في الترفيه والترويح للنفس؟ ظن بعضهم أن السعادة تكون في مثل هذه القضايا، والله سبحانه وتعالى بيّن في كتاب قاموس السعادة، وقاموس السعادة هو القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا القرآن لم ينزل لأجل شقاوة البشرية، لا لأجل الإشقاء والشقاء، بل لأجل السعادة والاطمئنان والاستقرار في هذه الأرض. ولذلك ختم الله عز وجل السورة، سورة طه، قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وسنرى ذلك واضحا في كتاب الله العزيز، في هذا القاموس، عندما يخبرنا الله أن أناسا كانوا يظنون أن السعادة إذا كانت في المال فإنهم يرتاحون ويسعدون ويطمئنون، فلذلك يلهثون وراء الدنيا، يركضون خلف حطام الحياة الدنيا، يجمعون الأموال من حلها وحرامها، يجمعون الأموال من هنا وهناك، لأنهم ظنوا أن السعادة إذا امتلك أكثر من 100,000 ريال. فضرب الله لهم مثلا واضحا بقارون الذي ظن السعادة في جمع المال، حتى أن الناس عندما ينظرون إلى شركاته، إلى سياراته، إلى قصوره، إلى بيوته، يقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليتنا، أنت يا ليتنا عندنا بيت من طابقين فيه رخام، يا ليتنا، يا ليتنا عندنا لاند كروزر كمثل هذا، يا ليتنا، يا ليتنا. فظنوا أن المال هو الذي سيجمع السعادة في الحياة، هو الذي سيؤمن قضية السعادة في حياتهم، حتى لما خسف الله بقارون الذين تمنوا مكانه بالأمس يحمدون ربهم ويشكرون الله عز وجل: الحمد لله، لأنه لو أوتينا كما أوتي قارون لخسف بنا الأرض.